المكملات الغذائية شنو هي؟ أنت عندك شيرة كبيرة من المكملات الغذائية، فيتامينز، معادن، بروتينات، أمينو أسيد، كربوهيدرات، هذه كل هالأشياء هذه عبارة عن مواد تكمل الناقص من غذائك اللي أنت مو قاعد تأخذه. إذا أخذت بطريقة صحيحة، إذا أخذت بجرعة ما نسبة هي موجودة يعني صحيح. على المحتوى، على المحتوى طبعا إذا كانت هذه أوريدي مرخصة مثلا بنين لها المرخصة أكيد هذا تأكيد تقولي هذا، لكن أنا قاعد أقول لك إيه، أصبحت اليوم أمر ضروري أصلا. كابتن سالم قال الياهل قاعدين ولد قاعد ولد يعطونا حليب، لا أنا اليوم مو قاعد أقول لك بس قاعد ولد يعطونا حليب، قاعد يعطونا فيتامين دي القطرات، فإذا هذا كذلك مكمل غذائي.